بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كنا بدانا في موضوع التقدير وتقدير فترات الثقه للمتوسط واخذنا ثلاث حالات عندما يكون تباين المجتمع معلوم او تباين المجتمع مجهول وحجم العينه اكبر من 30 تباين المجتمع مجهول وحجم العينه اصغر من 30 سنبدأ معا في هذا الدرس تقدير فترات الثقة للفرق بين متوسطي مجتمعين ميو واحد ناقص ميو اثنين إذا كانت عندي عينة عشوائية إكس واحد إكس اتنين حتى إكس إن واحد، عينة عشوائية مصحوبة من مجتمع طبيعي هذا المجتمع بنرمزه بالرمز نورمال أو إن كابيتال بمتوسط حسابي ميو واحد وتباين سيجما تربيع. واحد وكانت لدي عينه ثانيه من اكس 1 حتى اكس ان 2 عينه اخرى من مجتمع طبيعي ايضا يتبع التوزيع الطبيعي بمتوسط نيو 2 وتباين سيجما تربيع 2 مستقل عن الاول اي ان المجتمعين مستقلين بحيث كانت سيجما تربيع 1 وسيجما تربيع 2 معلومتين قيم التباين هنا معلومه فان فتره الثقه بين للفرق بين الوسطين للفرق ما بنجيب فترة ثقة لمجموع وسطين بنجيب فترة ثقة للفرق بين وسطين إكس بار واحد ناقص إكس بار اتنين نفسها حينما كنا نتحدث عن متوسط واحد كنا بناخد إكس بار فقط ولكني هنا أرغب في إيجاد فترة الثقة للفرق إذا أخذ إكس بار واحد من العينة الأولى ناقص إكس بار اتنين من العينة الثانية ثم نطرح مرة نجمع مرة لإيجاد الحد الأدنى والحد الأعلى لفترة الثقة. التباينات معلومة إذن نستخدم توزيع زد زد بألفا على اتنين مضروبة في الجذر التربيعي لسجمة تربيع واحد على ان واحد زائد سجمة تربيع اتنين على ان اتنين. الحد الأعلى هو هو نفسه القيمة بعد الناقص بس هنا هنستخدمها بعد الزائد. زد ألفا على اتنين مضروبة في الجذر التربيعي لسجمة تربيع واحد على ان واحد زائد سجمة تربيع اتنين على ان اتنين. وتكون فترات الثقة جيدة عندما تكون المجتمعات التي تم الاختيار منها بتدعي التوزيع الطبيعي وتبايناتها معلومة أو تكون التباينات مجهولة ولكن أحجام العينات أكبر من 30 زيها زي الحالة الثانية بالظبط في حالة تقدير فترة ثقة لمتوسط واحد. الحالة الثانية في حالة عدم معلومية التباينات للمجتمعات الأصلية بنستخدم بدلا منها إس تربيع واحد إس تربيع اتنين اللي هي التباينات من العينات المسحوبة من هذه المجتمعات دون أن يؤثر ذلك على جودة فترات الثقة أو دقتها بشرط أن تكون العينات زي ما قلنا قبل كده في عينة واحدة كبيرة الحجم أي أكبر من 30 إذا كان عندي هذه الشروط متحققة التباينات مجهولة ولكن أحجام العينات كبيرة نستخدم نفس الفترة السابقة مع استبدال فقط سجما تربيع واحد باس تربيع واحد سجما تربيع اثنين باس تربيع اثنين ولاحظ معايا فترة الثقة هي هي لا وذلك للفرق بين متوسطين ميو واحد ناقص ميو اثنين نأخذ مع بعض مثال اذا تم اختيار او اختبار 75 طالبه و50 طالبا فاذا كان متوسط النقاط او العلامات اللي حصل عليها عينه من الطالبات كان عباره عن المتوسط والانحراف المعياري على الترتيب للطالبات اس1 بتساوي 7 اكس بار 1 بتساوي 80 متوسط الدرجات والانحراف المعياري للطلاب كان اكس بار 2 اس اتنين بيساوي ستة، أوجد فترة ثقة خمسة وتسعين في المية للفرق بين المتوسطين مية واحد ناقص مي مية اتنين. مي لاحظ معايا هنا سيجما تربيع أو سيجما واحد مجهولة، سيجما اتنين أو سيجما تربيع اتنين مجهولة. يمكنني استخدام بدلًا منها اس واحد و اس اتنين، مع استخدام نفس التوزيع زد، وذلك لأن أحجام العينات كبيرة أكبر من 30 فترة الثقة هتكون بالشكل اللي قدامي إكس بار واحد ناقص إكس بار مرة ننقّص مرة نزود، زد ألفا على اتنين في الجذر التربيعي لسجمة تربيع واحد على إن واحد، زائد سجمة تربيع اتنين على إن اتنين، خلي بالك معايا هنا إن سجمة تربيع واحد وسجمة تربيع اتنين مجهولتين. وبالتالي يمكن استخدام بدلا منهم اس تربيع واحد اس تربيع اتنين اس واحد كانت عندي في المثال بسبعة يبقى اس واحد تربيع بسبعة تربيع اس اتنين كانت بستة يبقى اس تربيع اتنين بستة تربيع مقسوما على حجم العينة الأولى خمسة وسبعين اللي هم الطالبات حجم العينة الثانية خمسين اللي هم الطلاب إكس بار واحد كانت الطالبات قد حصلنا على تمانين ناقص إكس بار اتنين الطلاب قد حصلوا على سبعين زد ألف على اتنين هو بيقولي هنا فترة الثقة خمسة وتسعين في المية إذا زد قيمتها واحد وستة وتسعين نحسب هذه القيمة واحد وستة وتسعين مضروبة في هذه القيمة اللي تحت الجذر على الآلة طلعت بواحد فاصل ميه وسبعين مرة نطرح، مرة نجمع على الفرق بين المتوسّطين اللي كان بيساوي عشرة، عشرة ناقص اتنين ميتين سبعة وتسعين، عشرة زائد اتنين فاصل ميتين سبعة وتسعين، يعطيني سبعة فاصل سبعمية وتلاتة، الحد الأعلى اتناشر فاصل ميتين سبعة وتسعين.